السلام عليكم، أهلا فيكم في الجزء الثاني من سلسلة دردشة بيني وبين علي عن الأجهزة المفتوحة الأجهزة المعفوطة اللي المعفوطة. تنفتح. خلونا نبدأ يلا. طيب سامسونج، المشكلة طلعت لنا جو النسخ ريفيو إن شاء الله عندنا في بلاستيك على الشاشة نفسها. طبعا أصلا الشاشة كلها بلاستيك، الشاشة كلها بلاستيك، فيه بلاستيك زيادة حماية. في بعضهم يحسبون إنه كان اللي هو البلاستيك اللي يجي مع الجوال يشيلونه، شالوه طلع حماية للشاشة نفسها. فالشاشة اخترقت، الشاشة نفسها أصلا هي طالعة تقدر تشيل تحط قلم ولا شيء ترفعها تشقها شبه أوليد. طيب أنا بكلمك الحين، إذا في فريم فوق على الكاميرا مكان الكاميرا من الداخل مثل ما نشوف، ليش ما خلوا الربر ذا الأسود الغلاف اللي حطينا يصير تحت ذي الكبس؟ قصدك يعني يدخلونه في شو اسمه تحت الفريم ده. والله ما أدري عنهم، يقدرون يعني يثبتونه بقلو عدل، خلونا انحف. مشكلتهم هنا هم متوهقين في هذا، بيهندسون مره ثانيه الهنج بس عشان يثبتون اسمنا البلاستيك من جديد. وطبعا النسخ اللي وصلت للمقيمين ما كانت في اول تشيل البلاستيك الحمايه، وحتى لو انه يكتب لهم لا تشيل لا حتى لو تكتبهم جهاز ما ينباع وملصوق عليه شيء يقول لك لا تشيله، ما في شيء في العالم يقول لك لا تشيله. اصلا هنا في امريكا متخانقين مع شركات لتكتب لك لا تشيل الستيكر ذي يروح الضمان. ما في احد في العالم اعطيك جوالي حط عليه ستيكر يقول لك لا تشيله. انا شريت الجوال ستيكر اشيل بكيفي، ما تقدر تروح علي ولا تقول لي اذا اشيل الستيكر يخترب، فانك ارجع خذ جوالك وراح ارجع بيتكم وراح عدله وتعال بعلي. هذا اللي سوى. ومشكلة الشاشة اللي تبين اي وسخ يدخل اي شيء اصلا 100% الشاشة. انا ما انصح اي شخص يشتري اصلا في دول الخليج عندنا الغبار عندنا اصلا اي بعد يدخل الغبار ما يسكر معك. طلع تعرف شلون ينتحن نقلب الحين هواوي. طيب خلاص ننتقل الحين لهواوي. طبعا الان ما تكلمت انا بالنسبه بتكلم معاك بعد ما نخلص من هواوي وكل شيء ونشوف. نجي هواوي، قالت سامسونج بتنزل، قالت هواوي نزل قبلش بعد، قدمت اصلا سامسونج كلب سبت هواوي قدمت بلعب بزرين. هواوي اللي عندها بس اللهم اللي هو الشاشه الداخليه، فالهنج داخلي، الشاشه الخارجيه الهنج داخلي، الشاشه ما من الداخل، الشاشه كلها هي اللي من برا تسكرها تصير جهه واحده، تفرها الجهه الثانيه جهه الكاميرا تقدر تسوي سيلفي، ولا فتحتها يصير الجهاز كامل يعني الشاشه كامله. الشيء الزين منهم ان الكاميرات هذه نفس الموجوده في الميت 30 برو اللي نزل حق السنه اللي راحت يعتبر الحين، هذول نفسهم الكاميرات. الكاميرات هي الخلفيه، الخلفيه هي الاماميه. اي نفس الشيء، انا قلت مساحه قبل شوي. الهنج داخلي يعني ما في شيء يبين بس ما راح يفيد وكمل. الشاشه بلاستيك كلهم قزاز اي بلاستيك، قزاز ما ينعفض، ما فيها وايرلس شارجينج، ما فيها ما علي من هالاشياء. لا ما ميزات بس انه واي فاي 6 ما فيها، 5G بس 5G حلو، اي بس 5G حلو. SD ما فيه، هيدفون جاك ما فيه، حتى اللي هو النانو مالهم ذي الجديده النانو فيها، نانو اس دي سبورت ل 256 جيجا بايت، والرام 8 جيجا بايت، سامسونج كان 12 هذه 8 والذاكره 512 سامسونج. طبعا الشاشه الواحده مفتوحه كامل 8 مسكره بس ان جهه السيلفي لو جهه الكاميرات 6.8 والجهه الثانيه اللي بدون كاميرات 6.6 اولد بس اتش دي يعني 720 ما بكواد، المفروض تصير مال سامسونج احسن لان سامسونج تدعم اتش دي ار بلس. ما حطوا اي فيتشرز عندها، مواصفات زياده يعني ما في اللي هو تفتح المستمر البرنامجين لا ما في، كلها برنامجين بس ما في اي شيء جديد، ما قالوا عن اي شيء جديد حطوه، ما في شيء. جهاز ينفتح بس شاشه اكبر، ما في دعم انه يكون تابلت، ما في شيء. سكره يصغر تفتحه يكبر، ولا جيت سكرته في كليب لازم الكليب اللي تضغطه فتحته حديد تطق داخل في الهنج تطق تضغطه شوي وترجع. اللي نادري موجود مع البوكس ال 55 سوبر تشارجر مالهم، ما ندري اذا بيصير في سماعات بلوتوث شيء خلال بقى. اي لان الجهاز هيدفون جاك ما في، كيف؟ هيدفون جاك ما في، هو ما سماعه ما في. والجهاز 2600 ايه سعره؟ $2600 ما او ايه، ولو من هواوي اللي كانت ب 400 و 300 اي ار بلاستر ما اعتبر ميزه. انا اللي جيت شريت جوال ب $2600 انا اصير غبي اذا كان ما عندي التلفزيون ما في البلوتوث الريموت حقه، يعني ما يحتاج اني اوجه عليك ما بسمارت قصدي يعني ما بسمارت تي في. يعني تخيل انك عندك تلفزيون
قديم ما في ما بسمارت وشاري جوال ليش؟ ليش فيه عنده سي ار تي فيليب قديمه فحركه بايخه بالنسبه لي يعني اشتري جوال يدعم شيء قديم يعني شيء اصلا الناس ما قامت تستخدمه الحين الشاشه بلاستيك ف وثاني شيء ما في الحمايه ما تقدر تحمي الشاشه بالتصفط الحال هو ولدك كلهم اي وما في كيس تقدر تحطه لان اذا حطيت كيس تغطي الشاشه يعني كانك مركب كيس على جوالك بالمقلوب اوكي فلازم تقوم تخاف عليه وثاني شيء سعره غالي واجد بعد تحطه كذا كلها شاشه لازم تفتحه وتحطه او انك تنظف مكان لازم يعني اوكي هذا لازم اكتب زين انك تقلبه وتستخدم الكاميرات الخلفيه كسلفي وهو بعد البصمه اللي في الجنب اثنينهم بصمه اللي في الجنب بس ما في نوتش اوبتيكال ما في شيء اصلا اماميا ما في شيء يعني لدرجه انه اصلا ما اعلنوا كيف تكلم صوت اللي هو العادي السبيكرز في لهم جنبي في الجنب بس اللي هو كالسماعه مثلا سماعه ما تدري منين يطلع الصوت يمكن تحت الشاشه اتوقع لازم يعني تحت الشاشه يكون تحت الشاشه فاتحه شيء ما اعلنوا عن لان ما اعلنوا عن الا مرتين سي اي اس ومتى بيعي وورلد كونغرس نهايه الشهر ذا نهايه ماي فلازم سامسونج تلحق سامسونج هذا احتمال يقولون ان سامسونج بيطلعونه والله العظيم حريم راجل هذا يعني يطلعونه قبلهم في الشهر الحين ثاني شيء رجعوا كل النسخ والنسخ وشحنوا ترى ودوا نسخ للبيع ل اي تي ان تي لانهم سووا لونش مع اي تي ان تي طبعا رجعوا النسخ مره ثانيه بيهندسونهم حوالي شهر تقريبا بينزلون يبيعونه قبل هواوي وهواوي جالس الحين وتشوف الاخطاء دي قاعد تعدلها بالحال هواوي ما ادري هل بيكون من الافضل من لان سامسونج كانت مع جوجل حق اللي هو استمرار التطبيقات اللي يسوونه ان التطبيق اذا كنت تستخدم على شاشه صغيره تفتحها يطلع على الشاشه الداخليه طبعا في اغلاط واجد في اغلاط واجد في بعض التطبيقات مثل تويتر اذا فتحته ما بمكان وين كنت واقف يرجع يفتح لك على طول يفتحه بس يفتح لك من البدايه كانك فتحته من جديد اي هو تفتحه على طول مفتوح لا بس ما يوقف يعني كانك رجعت تحت اصلا تطبيقات جوجل اللي دعمتها اي وبعض التطبيقات مثل بعض الالعاب غيرها اذا فتحته ينفتح مكان ما هديته بس على حجم الشاشة الخارجية كانك حط ايبادك بالعربي وحط ايفون 5 بالعربي فيه. الجهاز ما بجاهز للبيع الجهاز ما يخدمك مشكلة ذي المفروض نحل نوعا ما مع اللي هي اندرويد 9 اوكي هذا يدعم مع الوقت اذا دعمنا لان اندرويد 9 بيدعم رسميا الاجهزة تنفتح على اي جهة بيدعم هم هم يعلنوا عنهم بيدعمون الاجهزه اللي تنفتح من برا وداخل بيتكلمون عنها زياده في اللي هي جوجل يو اي 7 طيب دقيقه توقع جوجل بتدعم الجهاز ينفتح كذا ولا تدعم الجهاز اللي ينفتح كلهم كذا ولا اللي ينفتح كذا ولا بينزلون احنا دقيقه شفت تي ال سي اللي هي الجهاز ينصفط كذا وطبعا الفراغ هالكبر فيه اوكي ولا بيدعمون بينزلون انا كنت اعرف انه ابقر الشركات اللي ما نزل شكل جديد نزل ولا بينزلون جهاز ينفتح كذا انا والله العظيم ما اعرف عند الشركات خصوصا سامسونج اذا بينزلون جهاز ينفتح كذا واجلس في البرامج اجلس الجهاز ما راح يشتغل البرامج راح يشتغلون الشركة ما تعرف شو اللي تدعم ناتش في الوسط ناتش في اليمين ناتش في اليسار ناتش كبر الشاشة ناتش بدون ناتش فيجي لك المبرمج يعلق المبرمج انا اسوي حق اي برنامج الحين هذا جوجل يوم دعمت الناتش في اندرويد 8 دعمت جميع الناتشات الكبيره الصغيره الزاويه دبل ناتش ما على جوجل دعمتها جوجل دعمتها يعني تفتح حق المطور مجال انه يطور المطور يتوهق انا اطور حق الجهاز انا طورت حق الجهاز نسيد الجهاز انا بطور انا ما طورت الحين اي جهاز في ناتش يفتح الجهاز يسوي كراش يطلع هذا اللي عندنا في الاندرويد فأنت اصلا بدون الناتش بدون الجهاز انه ينفتح فابلت نفس اللي سوى الشركه الاندرويد بالنسبه لي ما بحق استخدام الى الان في كراشات في برامج كل شوي تطلع البرامج ما مدعومه لك تجي احنا الشركه وتزيد ميزات تبي من الاشكال ذي اللي طلعوها احنا الشركات اشكال الاجهزه تزيدها وهي ذي الاشكال تخرب الجهاز ما تخليه يشتغل عدل انت ما عدلت الاصل تجيب لي اشياء زياده الجديده ما تعدل جاك الجهاز 4500 ملي امبير جاك الجهاز ثاني 5000 ملي امبير ثاني شنو هذيك الشركه الباتري اللي نزلت 10000 ما ادري انرجي جوال انرجايزر جوال الحجرات جوال كبر المخده والله كبرها ليش كم 15 ما ادري 10 ما ادري كم المهم انه ليش كذا انا بفهم لازم تعترف ان النظام حقك يسرب باتري
انا ليش الناس قاموا يفكرون الحين انا اهتم لحق الباتري 3000 ما راح تنزل عنها، الحين السنه دي لا 4000 ما راح تنزل عنها، السنه الجايه 5000 ما راح تنزل عنها، ما تنزل عن الارقام لا نتنازل عن الارقام ونجبر الشركه ذي الشركات اذا كانوا الشركات يشوفون حق العميل نظامكم عدلوه، انت نظام حقك يسرب باتري، انا اذا كانت عندي دقيقه اذا كانت عندي سياره تهرب باتري لا تقص علي الشركه تجيب لي يقول اوكي جبنا لك الحين سياره ثانيه هي رودي ترى تهرب باتري بس نكبر التانكي حقك عب بنزين زياده بغض النظر باتري بنزين وزين عبينا بنزين راح يقل صح الاستهلاك ليش الناس الكباسيتي صار كبيره انت عدل المشكله عدل انه يهرب عدل انه يعني مثلا 12 رام كم احنا وصلت 12 سنه جايه 16 رام لا انت لا تعطيني كذا بالهمجيه لابتوبات ويندوز الان 8 تشتغل عدل لابتوب جيب لي جوال حق 12 رام ليش تتعب جوالك انه يستهلك ترى المشكله بس لان اصلا التناغم مع البرنامج وفتح البرامج الشركه يقول لك ليش انا اسوي تناغم واخفف على الجهاز واسوي عدل اخليه ما يشتغل عدل واخليه ياخذ رام قوي وعطهم 12 رام لا ما بزي كذا تعطيني 12 رام تهرب الباتري زي كذا وارفع الباتري وارفع اصلا صار الجهاز معجون قاعد نتكلم عن كلامي عدل لا شف كلامك اي عدل طار شو اسمه جالسين نتكلم عن اجهزه الفولد اوكي خلاص نرجع حق الفولد لان اي انا لا انا لازم اتكلم عن النظام لان انا بشتري الفولد بطلع فيه انا بستخدم نظام فيه اتكلم عن الجهاز نفسه حطه انا مالي شغل في الجهاز لا انا ما اشتري جهاز انا ما جيت اشتري جهاز بدون نظام انا اشتري جهاز اذا يدعم النظام عدل جهاز ما يدعم النظام عدل ايش اسوي فيه جهاز اصلا الشركه يقول لك ان احنا ما درسنا عدل ما خططنا عدل بس احنا جالسين كنا حريب رجل نزلت دي قبل انا نزلها قبلها وانا اصلا ما ادري ان عدل ولا بعدل ما وصل حق العالم نزلها حق خمسه ريفيورز اللي منزلينها واخترع عندهم يومين ما بس خمسه نزلوا حق عطوا اغلب الريفيورز عندنا في امريكا ما طلعوا واجد امريكا وكندا تقريبا بس اللي عطوا مقيمين هذه المشكله الغريبه لان الجزء الثاني احتمال تصير فيه اكسينوس اوكي معالج المهم ان احنا ما نتكلم عن المعالج احنا نتكلم عن الجهاز فينعدون على اصابع اختربوا فالشركه تقول لك اصلا ما درسته انا اصلا الجهاز حقي ما بعدل اولا انا ادري انه بدون نوتش راح يخترب بنوتش راح يخترب انا رجعت لنص الجهاز بالجنب شلته كله كامل مو بس نوتش شلته كامل فما بنص ربعه تقريبا تحسب 10% انا اصلا بدايه كنت اتمسخر انه ما في نوتش انا عندي جوالات الحين ولا يقول لك ليش ابل ما تشيل النوتش اصلا حبه حبه ترى النوتش بالحال اللي حطوا دعمه البرامج حبه حبه تندعم ابل وقفت الحين اي مبرمج ما يقدر بطيئه تشيل وتحط عشان ثبات النظام تستناهم ثبات النظام لان احصل حطت الشيء المبرمج الحين دعمت اي مبرمج بيحدث جواله عند في الايفون لازم يدعم النوتش او بيسوي الجوال جديد لازم يدعم النوتش يدعم الايباد برو اتحداك في الاندرويد لازم يدعم النوتش الحين بيدعم اي نوتش سامسونج كم نوتش عندها دائره في الجنب دائره في اليسار خط في الوسط في الجهه اليمين بالحاله خط هناك وبدون نوتش بتنزل ونوتش ينفتح من باب الكاميرا تطلع كذا فوق عندهم حفرة عندهم الواحدة الثنتين والفايف جي الثلاثة الطويلة عندهم ذي اللي هي دامعة الدامعة واللي الدامعة ما طلعتها سامسونج الدامعة طلعتها بعد اوكي تمسخرت على ابل تذكر هذا نوتش ذي يعتبر هذا رسميا نوتش هذا هو دقيقة يعني يعتبر ابل متقدم عليها لان كانت مسخرة ابل قدام الحين سوت يعني ابل متقدم عليها صار ذا كله اعلانات وخرابيط بس لا بس مو بخرابيط خرابيط المشكلة ان هذا اللي يبين عند الكونسيومرز ان سامسونج جالسة تتمسخر على ابل عن ان النوتش ولا تراهم يعني اللي قاعدين يسوون الجهاز ما لهم دخل في الموضوع بس انا الحين دقيقة اذا انت سويت شيء واحنا جالسين بالجلسة الحين انت سويت شيء وانا تمسخرت عليك الناس بيضحكون وجيت سويته انا شو يقولوا عني الناس؟ ما ادري بيقولون انا عاقل انا افهم حق الدوج بس وانا اعرف ايش اللي مخطط له ولا بيقول يعني تفهمتوها اتوقع انت خلاص يعني هذا سامسونج وهذا هو ابل الجزء الثاني لا تنسوا الاشتراك في القناه وتشغيل الجرس عشان تنتظرون على الجزء الثالث ونشروا المقطع عشان تجيبون حماس زياده ونسوي شروحات او اشياء حق فيديوهات ثانيه يعني وبس السلام عليكم